احنا اليوم رانا في مدينة وهران في طلبوس قبل بداية الموسم تاع البطولة الوطنية، هذه المرحلة الأخيرة للتحضير خاصة لتقنية الفار. بعد ما قمنا بكل الإجراءات اللازمة، كان موجود هنا محاضر إيغور من صربيا اللي لاحظ طريقة تحكيم الحكام ومدى استيعابهم لهذه التقنية، وإن شاء الله هذه تكون آخر مرحلة باش ننطلقوا إن شاء الله يوم 19 في أول مقابلة بتقنية الفار. بالنسبة للحكم، بعدما قمنا بتربص طويل المدى في مصر لمدة 23 يوم، قمنا بتكوين 35 حاكم. اليوم كانت عندنا في هذا التربص كانت عندنا فرصة باش نزيدو نشوفو ندير لهم اخر لمسات لهاد الحكام، ومع انضمام الحكام الدوليين اللي عندهم من قبل تقنيه تنرخص الفار، مثل السي مصطفى غربال، ابراهيم الحلوب، ابراهيم والمساعدين، هما رانا متقاسموا الخبره مع زملائهم، وان شاء الله حنا راه مواجدين ان شاء الله لبدايه البطوله ان شاء الله. بالنسبه لان شاء الله حنا الهدف تاعنا هو كما تكلم السيد رئيس الفيدراليه في البرنامج تاعو باش يكون تقنيه الفار ابتداء من الموسم الرياضي 2024-2025. بعدما استعملنا التقنيه في كاس الجمهوريه السنه الماضيه ابتداء من دور ربع النهائي واعطت نتائج ممتازه، ان شاء الله حنا نبداو في البطوله وتكون صدى كبير تاعها ان شاء الله. ماشي 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 سي بون، حبس هنايا، عاود رجع لي التصويره كيما راهي حابسه. ماشي، روح روح روح. نشكر الفيدراليه الجزائريه لكرة القدم على راسها السيد وليد صادق اللي وفر لنا كل الامكانيات اللازمه للتحضير ابتداء من التربص اللي عملناه خارج الوطن، وهذا التربص قبل بدايه الموسم اللي عملناه في مدينه وهران. وحنايا ما تنساش باللي في مدينه وهران كل المرافق موفره، عندنا هذا القريه الاولمبيه، الملعب هذا في ميلود بكل المرافق تاعو راه تحت تصرف المديره الوطنيه للتحكيم. الحمد لله، ان شاء الله القادم افضل. تشربها مستحيل باش تبقى مركز عليهم في واحد، دونك انت واش دير؟ الافار والفار، بوسيبل اوف سايد، بوسيبل هاند بول، بوسيبل اوف سايد تو، بوسيبل بينالتي، صافي دير عندي اربعه، كملت لاكسيون، هيا نبدا نشيكي وحده وحده. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.